سلام، شلونكم؟ أنا ورفيجي قعدنا أسبوعين في جزيرة صقلية. شوفوا آخر 3 فلوقات عشان تشوفون كل التفاصيل اللي تكلمت عنها، وهذا الفلوق الرابع من الرحلة. راح أشارككم يومياتي والسكن والأكل والأنشطة وكل شيء. طبعا أتمنى ما تنسى الاشتراك عشان تشوف أكثر من هالمحتوى. قعدنا الصبح بالمزرعة وهذا آخر يوم لنا. رحنا نتريق، طبعا مكان الريوق مثل ما قاعد تشوفون خيالي صراحة. بعدها خذينا أغراضنا وسوينا تشيك أوت ومشينا. اليوم الدرب تقريبا 4 ساعات بالسيارة، لأن راجعين إلى مدينة الكامو إذا تذكرون بأول فلوق. بس هالمرة راح نسكن ببيوت على البحر مباشرة عشان نرتاح بعد أسبوع من التعب. طبعا بالدرب شفنا أشياء واجد، شفنا مدن عجيبة، شفنا الجبال، وقفنا بأكثر من مكان عشان ناكل. وقفنا عند مطعم كذي صغير، بار على مطعم على كافيه على شيء كذي بسيط. كل الفيديوهات اللي شفتها عن سيسيلي أو صقلية كل الناس قاعد ياكلونها. خلينا نجرب. خبزة حالها حال أي خبزة بالعالم، أتوقع مع الجبن راح تصير لذيذة. ودي أقطع هذه اللي فوق. لين ما وصلنا بيتنا الأول، هذا اسمه. البيت عجيب وبسيط، في غرفتين وحمام ومطبخ، وهذه الصالة. يعني عجيب وبسيط لأن موقعه خيالي على البحر دايركت وفي حديقة. وأول شيء سويناه رحنا الجمعية طبعا وشرينا كل شيء. يعني حتى تخيلوا لقيت الآيس كريم اللي قلت لكم عنه بعد بالفلوق الثاني أتوقع، مال تشفلو هذا اسمه. طبعا شرينا أكل لمدة 4 أيام، يعني بحق الريوق والعشاء. بس الغداء ممكن نروح حق مدن ثانية أو ممكن يعني نتغدى بالبيت. حطينا أغراضنا وجهزنا شغلنا وكل شيء ورحنا قعدنا على البحر وطبخنا وريحنا. أول شيء سويت قهوتي ورحت البحر الصبح، والشعور لا يوصف. هدوء مو طبيعي، أو ممكن طبيعي يعني، لأن هذا الطبيعي أصلا. المو طبيعي أنه يكون زعاج كل صبح. وحنا بالبيت كذي وصل شخص بسيارته يبيع معجنات. الأجواء كانت عجيبة صراحة. شرينا منه وزهبنا ريوقنا ورجعنا للبحر. خذيت قهوتي، وهذا البيت العائلة قاعد يتهاوشون. تسمعون الزعاج؟ زين زين خالتي، يلا هداك، ايش فيكم؟ تخيلوا كذي تاخذون القهوة على طول تمشون للبحر، في احلى من كذي؟ الله المنظر العجيب. حجزنا مددنا 4 ليالي، والسيارة مددناها 4 أيام، أجلنا الطيارة بعد 4 و5 أيام. وليش مددنا؟ لأن الصج محتاجين هذه الراحة. ومن جمال الجو تخيلوا أن قعدنا للساعة 7 بالليل بس كذي نتشمس ومريحين ونشوف الناس ونتسبح وبس. رجعنا البيت طبخنا عشانا وريحنا. Thank you.
جهزنا بنروح حق واحد من الشواطئ اللي خلاني اجي هذه الجزيره. شاطئ حده عجيب صراحه. اليوم قعدنا فجأة مطر وقوي، يعني مو أي مطر. هذا بيتنا الجديد، البيت حد عجيب صراحة. شوفوا، واو، هذه الصالة، هني المطبخ الخيالي، ألوانه عجيبة، وهذه قاعدة الصالة أو تكملتها. عندنا هني قاعدة عجيبة حق التشمس، وهني عندنا حديقة، وهذا البحر، نطلع مني بس بحر، وهذا شاور، شيء عجيب. والقعدات الخارجية، هني عندنا تلفزيون، وعندنا هذه الغرفة وهذه الغرفة الثانية. اليوم طلبت ريزوتو مع شنو خطتنا وشنو سوينا. في شخص يجي عند الباب ويبيع لنا كرواسون اللي شفتوه، يعني حطيت لكم اياه بالفيديو، يا هذا اللي قبله. هذا الشخص داخل الجيب ماله، السياره مالته في رحلات بحريه بالقوارب، فحجزنا رحله قارب، حجزنا رحله قارب مع 70 يورو حق القارب اللي انت تسوقه من غير ليسن ولا شيء. يعطونك غارب انت تروح بكيفك، يعلمونك طريقته وسهل يعني تروح، او 110 يورو اذا بتاخذه مع شخص هو يسوق فيك. بس احنا ما بغينا واحد معانا لان ناخذ راحتنا، يعني ما نبي احد نقول له ودنا وجيبنا وشري وطراد صغير يعني. فبنجرب رحله بروحنا يعني، ونزور الاماكن القريبه من المنتري. فالرحله هذه تبدا الساعه 2، الحين الساعه 11، فنتريق نتجهز، يمكن نروح البحر شوي ونرجع، ونروح حق المدينة اللي رحنا لها قبل كم يوم، اللي فيها البورت، هذا المينا اللي فيه القوارب. وراح ناخذ القارب ونتجه إلى رحلتنا اللي ما أدري وين صراحة. ساندويتش Woo!
خلصنا الرحلة والحين راجعين لسيارتنا بعد هالبيت وبعدها بنروح نتعشى.